والله الذي لا إله إلا هو وأنا أحلف صادقا وما يشبون هذا العزبجي كذاب بكل ما تعني الكلمة. لأن العزبجي أنصار السنة رفضوهم ما خلاهم والله وسل هؤلاء اللي هو جماعة الإصلاح. أنا عندي شهود بتاعين الخلوة هنا أن الزول ده اختلف مع 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 أنصار السنة في بعض المسائل سوف أذكرها. وكنت أنا أساهر الليالي في مكتبي هنا في مجمع الرشاد حتى أصلح بينه وبين التنظيم. يعني كان في صلح بيني وبينه ودخلني هو في الصلح. أنا اختلط مع الناس دي اللي عندنا مشاكل أصلح بيناتنا. جلسنا الساعات الطويلة أيام متتالية نصلح بينه وبين التنظيم. والتنظيم اللي هو بتاع الإصلاح بتاع جماعة أنصار السنة رفض الزول ده وعديم الآداب. ليه؟ قالوا لي الناس ديل مدعين العلم. طبعا ما أنصار السنة عندها منابر علمية وبيفتوا بغير شنو؟ علم. ونحن حجرنا نشاطهم لأن التنظيم عرف أن هؤلاء ناس جهلاء وأنهم يريدون أن يتقلدوا منصب الفتوى ومنصب التوجيه. والتنظيم يتابع هؤلاء الناس فحجر شنو؟ نشاطهم. التنظيم رفض هؤلاء وطردهم ورفضهم. يبقى العزبجي كذاب دجال. انا تركت انصار السنه رفضوك يا كذاب يا دجال يا شاتم النبي كذاب. شباب لدال انا قعدت انا جلست جلسات كثيره في المجمع هناك مع بعض المشايخ مثل الدكتور الهواري والدكتور يعني عبد الخالد عبد اللطيف كلهم اخواننا. يا اخي نصلح بين الشباب اللي هو الشباب ديل ناس مزمن وديل اولادي تلاميذانا وقاعدين معايا بيقروا معايا في المجمع هنا. وانا بدعوك من المنبر ده تلتحق برقم هؤلاء الشباب. الشباب ديل اصلا كانوا في التنظيم ما في مشكله. في التنظيم عادي هم كوادر التنظيم وشغالين وهم انا بدرسهم وشغالين كويس. يتكلموا في بعض المبتدعه مثل حسين يعقوب محمد حسين يعقوب محمد حسان. والله صحيح بعض الرجل على البدع باجتهادهم ولهم حق وعندنا الدليل. وبدوا يتكلموا في الاركان سلطوا عليهم الشباب وما كان في مشكله بين المشايخ. ناس مزمل ديل كانوا كويسين جدا مع المشايخ احترموا المشايخ جدا. والله صحيح وما كان في مشكله بين المشايخ. ناس مزمل ديل كانوا كويسين جدا مع المشايخ احترموا المشايخ جدا. والله صحيح يمشوا لدكتور الهواري هناك يتعلموا منه يجوا عشان يشربوا معاه الشاي وكده وشغالين ما عندهم حاجه. دل الشباب في التنظيم حاسدوا هؤلاء الشباب على نشاطهم اللي هم الجمال في التنظيم. الشباب انا اتكلم عن الشباب بتاع التنظيم بتاع بحري بتاع المزاد. واحذرك من هذا المنبر ان تنتسب الى هذه الجماعه جماعه الاصلاح لانه متريسينها جهله. وفي النهايه اتبنوا ده ما يدلك على انه الشغلانه دي فيها نظر. وانا احذر من هذا التنظيم. اوعك بنوا المذهب السروري عبد الحي ما 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 قريب مننا وما مبتدع ومدثر والشباب ده عندنا دين وما نخيهم. لذلك اتحدى اي واحد الان اصلاحي جيبني محاضره عشان اتكلم في البدع والضلالات مش كلمه ثاني انا جاي محاضره عن المضلين وعن اهل البدع وهتكلم عن جماعه هم بيقدسوهم. انا عبد الحي ولا اسمي عبد الحي ده يا اخي ما اتكلم شغل عندنا معه بعض التعاملات. ايوه كم التعامل كده قول على هذا التعاملات بدا تعمل ومحمد زاهر ما اتكلم فيه وعندنا فتوى وتعالنا بجنب المنهج. انا ده الاخوان مسلمون ومنهجهم منهج منحرف ونحن نرد عليهم ما يقبلوا ذلك. عشان كده حتى اختلفوا مع الشباب ناس مزمل في الحته دي. والله الذي لا اله الا هو وانا احلف صادقا وما يشبون هذا العزبجي كذاب بكل ما تعني الكلمه.
والتنظيم اللي هو بتاع الإصلاح بتاع جماعة أنصار السنة رفض الزول ده وعديم الآداب. ليه؟ قالوا لي الناس ديل مدعين العلم. طبعا ما أنصار السنة عندها منابر علمية وبيفتوا بغير شنو؟ علم. لأن التنظيم عرف أن هؤلاء ناس جهلاء وأنهم يريدون أن يتقلدوا منصب الفتوى. وما كان في مشكلة بين المشايخ، ناس مزمل ديل كانوا كويسين جدا مع المشايخ، احترموا المشايخ جدا، والله صحيح، يمشوا لدكتور الهواري هناك يتعلموا منه، يجوا عشان يشربوا معاه الشاي وكذا وشغالين ما عندهم حاجة. ديل الشباب في التنظيم حاسدوا هؤلاء الشباب على نشاطهم، اللي هم الجماعة في التنظيم الشباب، أنا أتكلم عن الشباب بتاع التنظيم بتاع بحري، بتاع المزاد، وأحذرك من هذا المنبر أن تنتسب إلى هذه الجماعة، جماعة الإصلاح، لأنه متريسينها جهلة. وفي النهاية اتبنوا ده ما يدلك على أنه الشغلانة دي فيها نظر، وأنا أحذر من هذا التنظيم. أو بنوا المذهب السروري عبد الحي، ما 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 قريب مننا وما مبتدع ومدثر، والشباب ده عندنا دي وما نخيهم.